عمري 8 سنوات شارك ببطولة الجمهورية العربية الثوري للشطرنج اللي فيه 8 سنوات، حصلت على المركز الأول. وشارك ببطولة الجمهورية فيه 18 سنة، حصلت على المركز الأول. وشارك ببطولة العرب للشباب اللي فيه 14 سنة، حصلت على المركز الخامس. وشارك ببطولة آسيا وحصلت على المركز الخامس. أول لاعب لعب معه كان عراقي، ثاني مباراة لعبت فيها كان سوري، ثالث مباراة لعبتها كان مصري، رابع مباراة يمني، خامس مباراة مع لاعب جزائري، سادس مباراة مع لاعب مصري، سابع مباراة مع لاعب فلسطيني، ثامن مباراة مع لاعب لبناني، تاسع مباراة مع لاعب ليبي. بدأ مادي مبارس لعبة شطرنج منذ أن كان في الصف الأول، شارك بطولة محافظة حماه لفئة 8 سنوات حاز عن المركز الأول، شارك بعدها ببطولة الجمهورية لعمر 8 سنوات حاز عن المركز الأول، بعد بطولة الجمهورية تعرفنا عن المدرب القدير الأستاذ علي سليمان حسن اللي صقل موهبته لمازن، وشارك مازن بعدين ببطولة آسيا على الشبكة العنكبوتي حاز مركز خامس من أصل 136 لاعب. شارك بعدين مازن في تجارب انتقال المنتخب الوطني لعمر 18 عام وحاز على مركز أول مكرر. بعدين شارك مازن ببطولة العرب المقامة بالعراق منذ أسبوع، حاز فيها على المركز في عمر 15 بعمر 14 عام، حاز على المركز الخامس. مازن طفل هادئ وذكي كثير، وبالمدرسة كثير متفوق وشاطر، وبدأت عليه الموهبة، انتبهنا عليه من كان عمره 6 سنوات كان يحط الشطرنج، رقعت الشطرنج قدامه ويحاول يخترع ألغاز لحاله بدون ما حدا يعلمه أول شيء. طموحي إني شارك بطولة العالم وأحصل على المركز الأول.